مرحبكم أعزائي المشاهدين في ضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المستثمر العراقي الأستاذ أحمد السعيدي، وهو صاحب ومدير عام شركة المحرك الرياضي لصيانة السيارات وبيع وشراء قطع الغيار في إمارة الشارقة. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم أكثر، وكحلقة توثيقية لكم وللأجيال القادمة، وكما هي سياسة البرنامج بالبداية. أستاذ أحمد السعيدي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. الله يحييك. وبتلفزيونكم. الله يطول بعمرك يا رب. اللي يخدم المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة. الله يطول. أهلا وسهلا. الله يحييك. حياك. أستاذ أحمد السعيدي، كما جرت العادة في برنامجنا برنامج كفاءات للإمارات. نعم. وكلنا زايد. نعم. نرجع للبدايات، يعني تحدثنا وتحدث السادة المشاهدين، وكما هي سياسة برنامجنا. نعم. كفاءات للإمارات أن نعرف السادة المشاهدين وحفظ الألقاب أحمد السعيدي، أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل يا سيدي. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد جود السعيدي، ولدت بغداد 1975. أكملت دراستي الجامعية في بغداد، حصلت على دبلوم معهد الإدارة قسم إدارة المصارف. بدأت حياتي المهنية في بغداد، من ثم الظروف اللي حثت بالبلد اللي أنا عشت به وترعرعت به جبرتني أنه أوفر مكان ثاني مشان أعيش به وأعيش أولادي به. فالوجهة كانت الإمارات. الإمارات أرض الخير صراحة. نعم. وهذه أرض الخير ما شفت ولا سمعت في يوم من الأيام أنه أحد التجار طلع منها خسران. والحمد لله والشكر اختارت دولة الإمارات، اجيت لهذه الأرض وبديت أفتش عن المشروع اللي أنا أبدعت به بدولتي هنا. نعم. بصراحة من جيت هنا لقيت أفق التجارة مختلفة جدا، يعني التجارة هنا مفتوحة، ما فيها أي ضغوطات كضغوطات اللي كنت أعيشها في بلادي. نعم. ولله الحمد لقيت المكان لهذا المشروع وفتحت هذا المشروع، ولله الحمد يدور عليه بأرباح جدا وفيرة، وهذه الأرباح تساهم في التنمية لهذا القطاع، قطاع غيار السيارات المستعملة. نعم. صراحة الشيوخ اللي موجودين هنا بدولة الإمارات هم داعمين بتوجيهاتهم وقراراتهم والقوانين اللي اتخذتها هذه الدولة للحفاظ على كل جزء من أموال هذه التجارة. نعم. لأنه القوانين هنا تصب بمصلحة التاجر. نعم. والصب بمصلحة العامل. نعم. وما فيها أي ثغرة صراحة تخليك أنه تخسر أي جزء من مالك. نعم. ولله الحمد احنا هنا من جينا الإمارات يعني صار تنوع بالزبائن عندنا. نعم. يعني تلقى زبائن من كافة بقاع العالم يجون لهذا المكان، لأنه حسب علمي أنه المنطقة الصناعية بالشارقة. نعم. هي الأكبر في الشرق الأوسط. نعم صحيح. ولله الحمد احنا قمنا نشوف ثقافات ثانية وشغل أزيد. نعم. من الشغل السابق اللي كنا ببلادنا. نعم. يعني أنا حاليا أتعرف على مواطنين دول الخليج العربي كاملة، دول مجلس التعاون كاملة، يجون هنا لكي يأخذون الأغراض اللي هم أو السلعة اللي هم محتاجيها. نعم. وبالإضافة إلى هذا الشيء في دول ثانية اللي هي الدول القريبة على الإمارات أو شرق أوروبا. نعم. أو في يعني أنا سمعت جاري جاء واحد من الأرجنتين لكي أنه يأخذ من عنده بضاعة، يعني جاي من الأرجنتين عايف دول العالم كلها واجا من غير قارة. نعم. مشان يشتري بضاعة من الإمارات. نعم. فالحمد لله والشكر رفعت راس شيوخ الإمارات اللي خلوا الإمارات العربية المتحدة
يوصل صيت الناس المستثمرين اللي يجون يعملون فيها، فهم فضل صيتهم واصل إلى أبعد بقاع العالم ولله الحمد. ما أعتقد بدولة ثانية بالعالم موجود هيجي قوانين تدعم المستثمر وتخلي المستثمر يأخذ كامل الحرية بالعمل. طبعا الحرية الشريفة والمنافسة الشريفة بالموضوع. أستاذ أحمد السعيد، إحنا سعيدين بلقائك ووجودك معنا في برنامجنا الكبير الوطني الهادف كفاءات للإمارات وكلنا زايد. ننتقل يعني إلى الجانب العملي، نتكلم عن المحرك الرياضي. نعم. يعني كيف أجتك فكرة هذا المشروع وصولا للمكان اللي أنت بتقوده حاليا؟ صراحة الفكرة جتني، أنا سبق أنه قلت لك أنا كان عندي نفس النشاط اللي أزاوله ببلادي بالعراق. نعم. فمن جيت هنا شفت المجال مفتوح لهذا العمل، فلقيت المكان اللي قامت عليه شركة بعد دراسة، وفتحت المحل من خلال الرخصة وكملت إجراءات المحل. بس طريقة العمل هي أنه إحنا بالنسبة لنا نشتري سيارات من داخل أمريكا عن الأونلاين، ونصدرها من خلال شبه شركاء يكونون هنا بالعمل اللي هم شركات الشحن. بالأخص أذكر من عندهم شركة نجوم الجزيرة اللي هي بالمنطقة الصناعية الرابعة. هذه شركة نجوم الجزيرة صراحة أعتبرهم مثل البارتنر الشريك، شركاء نجاح صراحة، ودعمهم ومثابرتهم ويانا مع المدير التنفيذي للشركة اللي هو أستاذ عادل السعدي. طبعا هو من كبار المستثمرين ومن كبار شركات الشحن اللي تشحن من داخل أمريكا إلى الإمارات. لا صراحة هذا الشخص يمني الجنسية، من المستثمرين الكبار جدا في داخل هذا القطاع، قطاع الشحن، شحن السيارات من أمريكا إلى الإمارات. هذا أستاذ عادل صراحة دعمني دعم كلش كبير بداية مشواري، لأنه سابقا أنا كان عندي عمل معه، بس أنا من جيت للإمارات دعمني أكثر من بديت بالمشروع عندي بالإمارات. ليش؟ لأنه بالإمارات مأمن على مال الرجل، حتى لو يدعمني مبالغ في سبيل العمل، لأنه تعرف إحنا بنشتري السيارة من خارج الإمارات، نشتريها من أمريكا. هذا يرادلها وقت لما توصل، الوقت هذا يأثر على قيمة رأس المال اللي عندك. يعني هذا رأس المال راح يتأخر. فالرجل الصراحة دعمنا بهذا الموضوع، بالدعم المادي، الدعم المعنوي، خبرته كشاحن، واحنا خبرتنا كمشترين. يعني انتو كملتوا معه؟ اي نعم نعم. هنا بصراحة الشركات، شركة تكمل شركة ثانية. اكيد. الشركة اللي تقدر انه تساعد الشركات النامية او الجديدة، هذا ما يميز سوق دولة الامارات. نعم، هذا النقطة اللي انا ردت اوصل لك بيها. نعم. انا ليش ذكرت اسم نجوم الجزيرة؟ نعم. لانه هذه الشركة اللي مو مسوية نقطة ويا المحرك الرياضي، لا مسوية نقاط كثيرة مع كثير من الناس. السوق والعمل داخل دولة الامارات. نعم. بنفس الوقت نجوم الجزيرة يأخذون الخبرات اللي موجودة عندنا في مواسم بالعمل عندنا، يعني هي دائرة مختلفة، دائرة تكاملية بالفعل. يعني المحرك الرياضي يدعم شركة الجزيرة للشحن، وشركة الجزيرة تكتسب الخبرات الموجودة في المحرك الرياضي. يعني هيك العجلة تدور، يعني هذه للاستمرارية في البزنس. هذه
الشغلات اللي دا تصير حاليا بالمناطق الصناعية هو دعم شركة إلى شركة ثانية في سبيل النجاح. هذه النقطة المهمة، ولله الحمد، ولله الحمد بفضل هذا الشيء احنا قدرنا نسيطر على جزء من السوق. احنا ما نقدر نسيطر على كل السوق. بقية الناس عندها التزامات وعندها اعمال وعندها كثير من المواضيع الثانوية لازم تاخذ حصتها من السوق. نعم صحيح. احنا من سابع المستحيلات نقدر نسيطر على سوق معين. اكيد السوق كبير جدا جدا، ويستوعب الماتيريال كبير. أيوة. كبير كثير الماتيريال، فمن سابع المستحيلات نقدر نسيطر على ماتيريال معين. العفو، كل الماتيريال احنا نسيطر على ماتيريال معين ممكن تصير بمنافسه شريفه. أكيد. حلو. نعم حلو، هذا تبعثنا انه التطلعات اكبر بالمستقبل. بالمستقبل يعني الاكسبيرينس حقنا يصير اقوى بالنسبه للموديلات الجديده اللي تجي بالنسبه للماتيريال تختلف، فراح تصير بها منافسه ثانيه. نعم. نعم استاذ احمد السعيد، من نتكلم ايضا في هذا اللقاء التلفزيوني عن اهم وابرز الخدمات. نعم. اللي بتقدمها من داخل المحرك الرياضي. نعم. شو اهم وابرز الخدمات بتقدمها للكاستمر وال بصراحة احنا الخدمات اللي نقدمها للكوستمر، احنا مو مؤسسة خدمية وانما احنا مؤسسة تجارية. احنا بالنسبة لنا بارعين في قطع غيار سيارات الدوج والكرايسلر والجيب والفورد، فنقوم بشراء السيارات اللي تكون موديلاتها عالية، سنة الصنع مالتها عالية، لأن السيارات صراحة الطلب عليها مرغوب أكثر، مرغوب أكثر، وتكون الأثمان مال البضاعة مالتها عالية داخل الوكالة. نعم. فإحنا بالنسبة لنا نوفرها بأثمان أقل. نعم. للمستهلك. احنا بالنسبة لنا عندنا نوعين من الناس اللي يجون يشترون من عندنا، نوع اللي يجي ياخذ بالجملة ونوع اللي يجي ياخذ بالمفرغ، فهذه نوع الخدمات يلي عنده. نعم. وبس. نعم. يعني شغلة ثانوية ما عندنا. نعم. غير هذه الشغلة. يعني استاذ احمد السعيدي، بدنا نتكلم عن تطور هذا القطاع داخل دولة الامارات العربية المتحدة، واكيد في منافسة شريفة وعالية في هذا المجال. نعم. كما تحدثنا قبل قليل. نعم. وين بتشوف حالك في ضمن هاي المنافسة داخل سوق الامارات الواسع؟ بصراحة بالماتيريال اللي انا اعمل به اشوف نفسي مع القمة. We'll be right back.
أحمد السعيدي وكراج المحرك الرياضي يمتاز بشعبية عالية؟ الحمد لله. الحمد لله. السؤال كيف أجت هذه الشعبية سيدي؟ بصراحة بالصدق. نعم. والاستقامة. نعم. كون صادق ومستقيم ويا الناس اللي تيجي تبحث عن الشيء اللي تريده فتلقاك بذاك الوقت مستقيم وصادق معاهم. الحمد لله والشكر تجيك الشعبية. الناس شاركوا مموالهم. النجاة في الصدق. نعم صحيح. نعم. فإحنا ماخذين طريق الاستقامة الحمد لله والشكر. وهذا الشيء اللي أهلنا أنه نكون في ريادة السوق. شيء ثاني احنا بالنسبة لنا بالمحرك الرياضي صراحة نجيب الموديلات الجديدة من السيارات لغرض رفض الناس بهذه الأغراض أو السامان اللي موجود بداخل السيارة لأنه يكون جديد. ممكن نجيب سيارة موديل 20 ماكينة مالتها والمحرك الانجن يجي على السيارة 2011 أو 2012 فراح تكون السيارة يتغير ماكينتها إذا شيء جديد ما يتغير إلى شيء قديم نفس القدم اللي بها المحرك مال السيارة. شو اللي يميزك وخلاك تكسب ثقة الناس أكثر؟ شو ليش يميزك؟ يعني أنت بتعرف كثرة الكراجات داخل دولة الإمارات. والله صراحة يعني قلت لك أنا سابقا أنه شيء جديد بضاعتنا تكون جديدة هذا الشيء اللي نجيبه لأنه صراحة الإمارات شيء حلو فما نقدر نجيب لها شيء مو حلو ونخلي لها. فهذا الشيء ممكن اللي يتميزوا به الشيوخ صراحة أنه يجيبون الشيء الجديد يخلوه بداخل الإمارات ما يجيبون الشيء القديم والمستهلك. فصراحة أنا اقتبست هذه الفكرة اقتبستها من الشيوخ لما يجيبون شيء جديد للإمارات أول شيء ينزل بالعالم يجيبوه هنا يخلوه بالإمارات فبنفس الوقت احنا لازم ناخذ الدروس من عندهم. اكيد صحيح. نعم. ونخلي شيء جديد بالامارات. نعم. ما نخلي شيء المستهلك. نتكلم عن الموظفين وفريق العمل والستاف الموجود معك. نعم. واكيد كل رجل اعمال ناجح داخل دوله الامارات العربيه المتحده في نعم. رؤيه مستقبليه. نعم. نتكلم عن الرؤيه المستقبليه وعن الموظفين وفريق العمل والستاف الموجودين معك. نعم. بالنسبه لستاف العمل الموجودين معي ميكانيكيين عندي ذول الميكانيكيين من دول افريقيه الصراحه ويكونون شوي اشداء واقوياء بالعمل. شيء ثاني بالنسبه للخطط المستقبليه حاليا انا عندي شراكه جديده ان شاء الله بالايام الجايه راح تتبلور ويا مستثمر كندي غير موضوع المحرك الرياضي. نعم. بدنا نفتح جراج كبير. نعم. لبيع قطع الجملة. نعم. يعني كمثال انجن ديفريشن. نعم. سسبنشن قدام فهذه ذيك يعني ذاك الموضوع ماله كبير ولله الحمد دولة الامارات بخيرها خلت يصير عندنا رأس مال كبير نقدر نتحكم موضوعنا. الفرص أكثر. نعم هذه الفرص يعني واحد لازم يغتنم هيك فرص بهيك بلد. اي أيوة والله بلاد متاحة للجميع وفرص متوافرة للجميع. اهم عامل الموجود اللي هو الامان. نعم صح. احنا مأمنين على حالنا. نعم. وعلى مالنا وعلى عيالنا. نعم. على هذا الشيء. نعم انا كنت راح اطرح لك بهذا الموضوع بسؤال خاص صراحه. نعم. يعني تكلمنا عن الاستاذ احمد السعيدي على الجانب العلمي والعملي. نعم. يعني ننتقل الان الى الجانب الوطني والاهم في برنامجنا. نعم. يعني كما تعلم والكل يعلم ان دوله الامارات العربيه المتحده والحمد لله تنعم في منظومتين. الحمد لله واينما وجد الامان وجد الاستثمار والاستقرار والازدهار ايضا. بالفعل. يعني عن منظومه نعمه الامن والامان وانت انتمائك الحقيقي لهذا الوطن. نعم. نعمه الامن والامان ماذا تحدثنا شو بتعني لك نعمه الامن والامان وشو بتنصح المستثمرين اللي بالخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دوله الامارات؟ بصراحه اللي اعتقده انه نعمة الامن والامان ما يشعر بها
أكثر من عندنا إحنا كجنسية عراقية، لأنه عانينا الكثير. نعم الأمرين عانينا الكثير. دول العالم ممكن كلها تعرف بالظروف اللي يمر بها الشعب العراقي. أكيد. أنا ممكن من سنة 80 وعيت على الدنيا عشت حياتي بالحرب، بالحصار، بالاحتلال، بعدم الأمان. ما شفت يوم بحياتي بأمان ببلادي. بس أنا الحمد لله والشكر من جيت لدولة الإمارات شفت كل الأمن والأمان. شفت أولادي شلون أنا يعني مأمن عليهم من يروحون للمدرسة ومن يرجعون، مأمن على كل جزئيات عملي، مأمن على حلالي ما يروح. يعني ما في دولة بالعالم عندها سعادة المتعاملين، ما أعتقد هذا الشيء. فأني بالنسبة إلي تصير ممكن مشاكل جزئية، العمل كل العمل يصير بمشاكل. نعم صحيح. فإذا صارت عندي مشكلة ويا شركة ثانية من سابع المستحيلات الشركة الثانية تغبن حقي، لأنه أنا بدولة بيها قانون. نعم بيها قانون هذه الدولة. نعم صحيح حقيقة. نعم والكل تحت القانون. إذا أنا أخطأت تحاسب على خطأك. أحاسب. وإذا المقابل لك حق أخذه. نعم. حقي أخذه بدون ما أعلي صوتي. نعم نعم نعم. لا بالقانون بالاحترام وبسياسة قانون شيء قانوني. نعم. يعني أنا من أروح إلى دائرة وأريد أشيل ظلم عني، إذا صار أعتقد هذا الشيء الدائرة اللي المقابلة تأخذني بالأحضان. نعم. بس يردون واحد يجي يقول أنا مظلوم صراحة. ولله الحمد أنا أدعو كل المستثمرين وكل بقاع العالم أنه يجون هنا دولة الإمارات يستثمرون، لأنه الاستثمار هنا بدولة الإمارات شيء جدا رائع. نعم. إلك ولأولادك، يعني أنا حتى أولادي أنا مستثمرهم هنا وعائلتي مستثمرهم هنا. أستاذ أحمد السعيد، في نهاية هذا البرنامج يعني نحن الآن ضمن يعني حفلة أعياد وطنية كبيرة في دولة الإمارات. نعم. الله إن شاء الله يا رب بديم علينا. الحمد لله. أمن الأمان وبديم علينا الأعياد. الحمد لله. داخل دولة الإمارات العربية. الحمد لله. الحمد لله. يعني لو أردنا منك رسالة في ظل العيد الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدنا منك رسالة إلى الوطن وقائد الوطن في ضمن هذه الأعياد السيدي، باسمك وباسم المكان اللي بتقوده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى قائد الوطن بس أقول له شيء، أنت راعي الأولى وراعي الأولى ما يلحق. أيوة. ما نقدر نقول بحقك أي شيء لأن أنت راعي الأولى صراحة. أيوة. وما نقدر نقول بعد شيء، بس نقول أنت راعي الأولى. وبالنسبة للأعياد السعيدة صراحة على قلوبنا وقلوب كل شريف عايش بهذا الوطن الحمد لله. نعم. وقلوب كل الناس اللي تحب هذا الوطن بالدنيا كلها. نعم. نقولهم ألف ألف مبروك من كل أعماق قلبنا. نعم. إن شاء الله هذا الوطن يزدهر ويزدهر ويزدهر، ولله الحمد متصدر دول العالم بالازدهار، وإن شاء الله راح يبقى على القمة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا قيادة، وهذا القيادة من سابع المستحيلات بشيوخها، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ القاسمي، ولا يهونون بقية الشيوخ. احنا باقين بالقمة وراح نبقى بالقمة ونتحدى العالم. احنا كمستثمرين، انا من موقعي انا اتحدى العالم كله. انا بالنسبة لي باقي بالقمة لان هذا بلد القمة، وما في بلد يقدر ينافسه بالقمة، ولله الحمد. ايضا
ايضا بدنا منك رساله الى شخص كان داعم لك خلال مسيرتك العلميه او العمليه. بالنسبه للشخص الداعم لي كان والدي، والصراحه وللفرص السعيده طبعا والدي اشتقت اشوفه، اشتاقيت اشوفه، خبرته قلت له يا والدي في تذكره وفي فيزا لك من البلاد ولله الحمد الحين هو قاعد معانا. نعم وموجود وموجود معانا. فهذا الشخص صراحه هو اللي دعمني بكل شيء، الله يوفقك يا رب. هو اللي انار طريقي. انت بتستاهل كل خير. الجميع يا رب. الله يحييك. عشقك يا هاي الدار كل لحظه يتجدد، يا عيال زايد دور البيت متوحد. قولوا يعني أعزائي المشاهدين، نحن الآن في ضيافة والد الأستاذ أحمد السعيدي، الأستاذ جودة السعيدي. بالبداية الله يمسيك بالخير يا أبوي. مساك الله بالخير. الله يمسيك في نوار النبي يا رب. حياك الله. حيا أصلك. يعني أستاذ جودة السعيدي، نعم، إحنا منرحب فيك في زيارتك الثانية لدولة الإمارات العربية الثانية، ونورت بيتك ومطرحك في دولة الإمارات. مشكورين. الله يطول في عمرك. وانت جاي بفترة يعني فترة حساسة وجميلة جدا. نعم. ويعني وتاريخ جميل جدا، عيد الاتحاد الوطني 50 لدولة الامارات العربية المتحدة. نعم. في ظل هذه الاعياد يا ابوي، شو بتحب توجه رسالة الى مواطنين وشيوخ وحكام وكل من يقطن على دولة الامارات العربية المتحدة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمي جودة السعيدي، اسكن في بغداد. نعم. أنا أبو أحمد السعيدي، جاي للإمارات زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتشرف بها لأنها هي مثل ما يقول تطلعاتنا وأمانينا. يعني ما نقدر نعبر عن شيء إلا هو شيء للسعادة، ونقدر نقول انه شيوخها كالبدور الطالع علينا. اي والله. يمكن ازيد من ضوء البدور، يمكن يقارنون الشمس بضوها. اي والله. وهذا شيء يعني ما ينكر، ونعتبر احنا العراقيين، نعتبر دولة الامارات، نعتبر هذا بلدنا الثاني. نعم. ولمراها يعني نعتبر هم أمرانا يعني بالقديم والحاضر. نعم صحيح. وهذا ما يزيدنا شرف ورفعة، ويعني يمكن نعجز نعبر عن فضائلهم. أي والله. وعن رفعتهم وعن يعني أمجادهم العربية. نهني دولة الإمارات العربية المتحدة باسم الشعب العراقي. راح يهدد. اي والله. باسم الشعب العراقي الملايين ال 40 مليون. ونعم. عرفت شلون؟ نعم. واطلب من عندهم انهم ينظرون للعراقيين كمواطنين. اي والله. لان احنا لا صارت الايام الصعبات عز الله نضحي قدامهم. اي والله. ونعم والله. احنا العراقيين نضحي قدامهم اذا صار الايام الصعبات وطلبونا. والله مشهود لكم سيدي. فنترجى من عندهم انهم يكونوا العراقيين يعني لهم قيمه عن غيرهم. نعم صحيح. وفي كل البلاد العربيه، مو فقط في دوله الامارات. اي نعم. اي نعم. احنا حاضرين في كل البلاد العربيه، يعني يكون مقدمه اللي ما احنا هناك بالعراق يقول النظام يصيح يصحيهم. اي أيوة والله. لو صحيهم العراقيين اول ما يعرضون نفسهم. الله يحييك. فنطلب من عندهم التقدير والاحترام مثل ما احنا نجلهم ونحترمهم ونهنيهم بالعيد الخمسين. اللهم ربي يجعل اعياد مستمره. اللهم وتهانينا والف مبروك عليك. شعبها هو سره.
بحرها مع برها وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها السعادة كلها كلها نبربها أجمل مثل ونفلها الله.